السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله يبارك في الأصدقاء. دي عجينة كندي سكري. طيب دلوقتي احنا حاليا بنحط فيها، نقدر نقول داخل الأقفاص اللي إن شاء الرحمن هننزل فيها الملكات، جزء بسيط من العجينة الكندي. نتمنى من الأصدقاء اللي بيتابع معنا يتابع الفيديو حتى النهاية، فيديو إن شاء الله فيه استفادة مهمة جدا للأصدقاء. مشكور أخونا الحبيب اللي شارك معنا الفيديو. طيب ديت الخلية اللي موجود فيها نقدر نقول الملكات، إن شاء الله يتم استخراج الملكات من داخل الخلية طبعا بعد خروج الملكات العذارة، وإن شاء الله هنشوف بالترتيب تمام هنعمل ايه مع الملكات دي من اجل الحفاظ عليها. في بداية الفيديو طبعا دي الملكات، الله يبارك في الجميع. في بداية الفيديو دي العجينة السكرية اللي نحطها في الاقفاص لعل النحل يتغذى عليها ومن ثم يغذي الملكات. حبينا بس ننوه للشيء ده. طبعا ديت الاقفاص اللي هي خاصة بجهاز جينتر تمام، موجود فيها الملكات او البيوت الملكية اللي نقدر نقول ملكاتها خرجت تمام زي ما احنا شايفين بالظبط. حاليا دلوقتي نقدر نقول بننفض النحل من على الاقفاص اللي فيها الملكات لعل نقدر نقول يتم اخذها لمكان التعبئه اللي هيتعبى فيه الملكات العذاره داخل الاقفاص اللي مجهزه من اجل استقبال الملكات العذاره تمام. طبعا الله يبارك في الاصدقاء، النهارده الجمعه ثالث ايام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. طيب حاليا دلوقتي الله يبارك في الأصدقاء بيتم نقدر نقول استخراج الأقفاص اللي موجود فيها الملكات على أساس بعد كده يتم تعبئة الملكات دي في قفص مهيأ. القفص اللي هيكون مهيأ دوت طبعا موجود فيه عجينة سكرية، هيكون موجود فيه الملكة العذراء، هيكون موجود فيه قليل من النحل صغير السن، ربما يكون مثلا ما يقارب في كل قفص 15 أو 20 نحلة من أجل الاعتناء والاهتمام بالملكة. أنا أتمنى من الأصدقاء اللي بيتابع الفيديو يتابعوا للنهاية، لأن الفيديو ده مهم جدا للي مهتم بموضوع الملكات. طيب زي ما احنا شايفين دي الملكة قدامنا ما شاء الله تبارك الله، الملكة العذراء هيت تبارك الله ما شاء الله تمام. الملكة العذراء ديت نقدر نقول ان احنا بيتم استخراجها من المكان اللي كانت خارجة فيه، ومن ثم بندخلها على القفص اللي موجود فيه العجينة السكرية تمام. العجينة السكرية الملكة مش هتاكل منها، انا بس احب الفت انتباه الاخ المبتدئ تمام. دي الملكة ما شاء الله تبارك الله دخلناها طبعا في القفص اللي موجود فيه العجينة الكندي. العجينة الكندي الملكة مش هتاكل منها، ولكن اللي هيأكل من الكندي دي النحل صغير السن، ومن ثم يغذي الملكة بالغذاء بتاعها تمام. يعني أتمنى يكون الصورة ديت واصلة للأصدقاء اللي بيتابع معانا تمام. طيب الله يبارك في الأصدقاء، زي ما احنا شايفين بيتم تفريغ الملكات العذارة ما شاء الله، ربما يكون تبارك الله حجم الملكة ممتاز. عاوز أقول أمر مهم للأصدقاء، وهو الملكة العذراء بعد خروجها من البيت الملكي ومن ثم الامور اللي احنا بنتحدث عليها في داخل الفيديو دي حتى تنزيل الملكات للعذارة، ملكات العذارة لتقسيمات او طرود، لابد ان الامر ده ما يستغرقش وقت كبير، يعني 3 4 ايام ممتاز جدا. انما اللي يترك الموضوع دوت او يترك الملكة 10 ايام 15 يوم ده غلط. غلط ليه وخطأ ليه؟ لانه بيؤدي ان الملكة العذراء تفقد رغبتها في التلقيح، ومن ثم تضع الملكة العذراء بيض ينتج عنه ذكور. نتمنى اخذ النصيحة دي بعين الاعتبار لان ده مهم جدا وقع في اصدقاء كتير لينا. طب حاليا دلوقتي ان شاء الله نقدر نقول فتحنا خلية، جبنا البرواز اللي جنب الجدار اللي هو موجود فيه نحل صغير في السن او نحل حديث الفأس، ان شاء الله يتم تعبئة بعض الشغالات مع الملكة. تقريبا كل قفص هنحط فيه حوالي 10 ملك 10 نحلات صغيرة مع الملكة.
لان زي ما احنا قلنا ان الملكة لابد ان يكون معاها نحل صغير في السن يقدر يعتني بيها زي ما احنا شايفينه. تمام. في البعض ممكن يكون خائف اثناء نقدر نقول مسك النحل منعا ان هو مثلا يتم قرصه او ما شابه ذلك. الامر بسيط جدا، نحاول نمسك النحل الصغير دوت من الجناح بتاعه، من الجناح بتاعه كده بصورة سريعة. صورة سريعة نقدر نقول ندخل 10 نحلات 15 نحلة مع الملكة، وتم قفل القفص مع وجود العجينة السكرية، ان العجينة السكرية زي ما احنا تحدثنا اللي هي اللي هيتغذى على العجينة السكرية هو النحل، ومن ثم النحل يغذي الملكة. تمام. طيب زي ما احنا شايفين ما شاء الله بيتم نقدر نقول تعبئة نحل حدود 10 نحلات 15 نحلة. المهم ايه؟ المهم ان النحل ده ما يقلش عن 10 نحلات. تمام. لان ده الاساس اللي هيهتم بالملكة. بالمناسبة لو انا ما نزلتش نحل صغير السن مع الملكة ممكن يؤدي لو قدر الله ان الملكة دي تموت. تمام. لو هي خارج الخلية، لو هي خارج الخلية ممكن تموت. تمام. فنتمنى اخذ الشيء ده بعين الاعتبار. طيب الله يبارك في الاصدقاء. بيتم ما شاء الله تعبئة النحل هو صغير السن. تمام. في واحد ممكن يقول لي طب انا لو عبيت نحل كبير في السن في مشكلة؟ لا ما فيش مشكلة. تمام. اللي يجي في ايدك، بس احنا بنفضل الصغير في السن لان حتى واحنا بنمسك النحل من على البرواز ما يقرصناش او ما يكونش نقدر نقول شرس. الصغير في السن يسهل عليك تنقله سريعا. تمام. ما تحاولش تمسك الملكة الاسف، ما تحاولش تمسك النحل من المؤخرة بتاعته، امسكه من الجناح لعل ما يقرصكش. تمام. او لعل ما يقومش بآلة اللسع لسعك. في البعض يكون لابس قفاز، لا يفضل عدم لبس القفاز وتنقل باليد سريعا نقدر نقول لسهولة الحركة لسرعة الحركة. تمام. نتمنى نأخذ الشيء ده بالاعتبار. الله يبارك في الجميع. دي كلها للأسف بعض أخطاء بيقع فيها أصدقائنا. أنا أتذكر أخ حبيب من البحرين تقريبا من 2 سنين قال لي إن هو اشترى 10 ملكات وخلى 10 ملكات دولت خارج الخلية لمدة 3 ساعات ماتوا. لما سألته الملكات دي كان معاها شغالات أو معاها نحل صغير السن؟ قال لي لا، كان شاري ملكات فقط مع عجينة، عجينة سكرية في القفص مفيش نحل. قلت له لابد ان الملكات تموت لان مين اللي هيعتني بيها؟ لازم النحل الصغير او النحل الشغال هو اللي يعتني بيها. تمام. طيب الله يبارك في الاصدقاء. نقدر نقول ما زال برضو العمل مستمر. انا اعتذر على طبعا ربما يكون يعني مشهد اخونا النحال صاحب الفيديو يعني اثناء التصوير كان لابس ملابس ربما يكون يعني قصيرة شوية، فانا اعتذر عن الامر ده. طيب خلينا في مضمون الفيديو. مضمون الفيديو الله يبارك في الأصدقاء وحاليا دلوقتي بيقوم بتعبئة بعض الملكات الباقية برضو في أقفاص. الأقفاص ديت مجهزة زي ما احنا قلنا كندي نحل صغير في السن، ومن ثم بيدخل الملكة على النحل. تمام. زي ما احنا شايفين بالظبط. تمام. لأن ده أمر مهم جدا، التلات شروط دول أساسية بالنسبة لتوزيع الملكات على تقسيمات او حتى نقل الملكات من مكان لمكان اخر او من مسافة لمسافة اخرى. تمام. اللي هم ايه؟ الشروط الاساسية وجود عجينة سكرية، وجود نحل صغير في السن او نحل شغال مع وجود الملكة، ده كله داخل القفص. تمام. نقطة عاوز اشير ليها وهو بعض الاصدقاء بيفتح البيت الملكي. تمام. انا انصح الاصدقاء ما تحاولش تفتح البيت الملكي، خلي الملكة دايما باستمرار هي اللي تخرج من البيت الملكي. هتقول انا بساعد الملكة، ما هو انت ممكن تساعد الملكة تخرج الملكة من البيت الملكي قبلها بساعة قبلها بساعات قبلها بيوم، الملكة تكون لسه نموها ما تمش اكتماله، ده كله مشكلة. تمام. ده ما شاء الله تبارك الله الملكات زي ما احنا شايفينها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني امر صراحة احترافي بما يرضي الله، امر احترافي وانا يعني اشيد بالامر ده. طبعا الله يبارك في الاصدقاء. اخونا حاليا دلوقتي بيقوم بوضع الملكات اللي احنا تكلمنا عليها من وضع قطعة قطن نقدر نقول للحفاظ على الملكات دي. طب الهدف ايه؟ الهدف ان هو هيتم نقل الملكات دي مسافة ربما تعادل 1000 كيلو. تمام. فطبعا في وجود الحاجات اللي احنا تكلمنا عليها اللي هو النحل اللي قدامنا مع الكندي مع الملكة،
النحل ده او الملكة دي عندها القدرة تصل ان شاء الرحمن مسافة 1000 كيلو، تمام، ولا يوجد اي مشكلة ولا خوف عليها. اهم حاجة نأخذ بالاعتبار النصائح اللي اتكلمنا عليها. شكرا جزيلا.